نوريكم ليكيب ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. طلعه جديده على عنا برك العاده، كل يوم عندنا جوله ان شاء الله. اليوم بدينا الفيديو تاعنا من لوجمون من سانكلو من باتيمون A2 ونهودو نديرو طلع الكورنيش تاعها هي الاولى. الكورنيش نورمالمون الكورنيش اللي تخصتنا بركه قهوه. استنى ساعه نبداو بالكورنيش ولا نعديو للسوفي نشريو قهوه. نعديو للسوفي صح نرجع نعديو نشري قهوه من عند السوفي، ومن بعد ما نعمل كل مره وين يدينا المكتوب. سامحني ضربنا فيها قهوة من عند سوفي. ساعة منا برك ندور منا باسكو كنت نحب نهبط البلاد درك. بون نرجعو لعادي عجيت المبارك وندورو من هنا. هاي كل مرة يعني انت شوف روحك في الملايين وما تكلم على غيرك. فلذلك انا اعتقد انه ربما هذه المدرسات ربما محاوله لكسر هذه الدوله الجزائريه من التحدي من ضروره المراجعه او التوجه فعلا نحو اتخاذ مواقف مؤلمه لفرنسا. وفرنسا بالمناسبه يهمها الاقتصاد الدرجه على الجزائر ان تنظر بجديه وتراجع اتفاقياتها مع فرنسا. للاسف كما ذكر زميلي من خارج كل الاتفاقيات السابقه من ليسي مبارك ربما في وقت مبارك المي صالح فرنسا ولحد الان ما زالت الشركات الفرنسيه مستفيده من الوضع في الجزائر وتحتل المرتبه الاولى ما تقول اسمع تحتل المرتبه الاولى في كافه القطاعات. فمن يؤمن فرنسا الاقتصاد يرجع بالجميع الى تغيير الساعه. circonstances. Merci, voici la merci. كيف قاعدين على خليج المرجان السيام كناديو جهة المسكار بارك عليه كيف جبنا المكتوب. حنا هنا هبطنا من الفخارين وراحي للبرتقال، نورمالمون نخرجوا راحي للبرتقال ونرجعوا للطريق. Voilà. L'équipe, on a fait le BMI. من بلدية هذيك اللي العميرين يعقدوا فيها عندها وهم قبل كانت الناس يعقدوا في العميري تاع الكور درك ولات ولات حيه هنا ماشيه بلاصه نجي نخدموا اخرى تجيب كوستيمه هنا العقد ولا بلد سبيان تبهدل تغبر l'Algérie totalise 10 médailles avant la clôture aujourd'hui avec 2 médailles d'or, 2 en argent et 6 en bronze. Aujourd'hui, il y aura à 13h Ramzi Choucha qui prendra part aux 3 km en eau libre. Le général boulevard d'Afrique, le placement derrière le jeu avec une trentaine de nageurs et l'Afrique du Sud avec une cinquantaine de nageurs. من عندي للسنتر parce que entre les blocs, entre ces rochers qui se sont détachés par l'histoire et par le temps, se trouvent nos invités. Ils sont décidés à en parler et parmi nos invités dans cette émission 100% algérienne qui vous est transmise par un personnel algérien qui continue formé en Algérie. Il y a des techniciens du soleil, des techniciens d'Acton Sacouane et des élus de l'université de Mostaganel. Il y a aussi avec nous l'un des rares descendants de la tribune de Ouled Riah, M. Omar Fellah, et d'autres. Salam. Qui s'est spécialisé dans l'histoire de la religion, qui a sa façon de à la sauvegarde de l'Union, c'est une l'intérieur. صلوا صلاة الاستسقاء طحت عرفته وجبتيه طيح شريت دروك كيفاش صرفت 50 ألف شريت باكي دخان يعني الصرف ما نجمش نطيشه ما فيهاش جيوب بالداخل شريت دروك باكي انا ما عطيته 50 رجع لي 25 وكانت عندي كان زميال هاني لقيت فاميال الفان بياسها ما كانهاش راك عطيتيني 15 هاي الفان بياسها ما كانش صرفت 50 ما تلبسهاش التربيطه اللي مليونه وصلنا برضو كي نهبط جبيري في الهبطه في الهبطه جبيري في الجوبون قد ما يطيحوا هي الصكة ما فيهاش جيوب بالله، شوف الصكة دايرة تا خدمة بركة الله. يا ربي يا سيدي. Le matin, quand on chercha à partir de la gélanterie des cavernes, un nourrice de trafic frappa les yeux des assaillants. Et le témoignage du toujours sous-officier du 36e de l'île, j'ai visité les croyants. À l'entrée, j'ai des bœufs, des ânes. صلاة قاعدين يشتكوا هذيك اشتكاها كما تقول انت اشتكاوي ماهيش صلاة بالنسبة لنا. كيفاه ماهيش صلاة؟ لا ماهيش صلاة بالنسبة لي أنا، كنت نقول لك أنا في وقتي أنا كانت النية مش واحد أسمع، واحد يصلي واحد لا، كانت الناس الكل بكري تخرج برا يصليوا على السبعة. اه صح صح فهمتي في وقتي ما يجيو يروحوا ما يكملوش الصلاه يجيو يقربوا الماء صح. وهذه الصلاه انت تكون صلي فيها واحد هنا واحد غادي كان والديك وعندك جدك ولا جداتك الجد نعم كاين الكتب يحكيو صلاته يتبرع لو تشتريكوا تقربوا كان برنوس تقربوا كانت مجهد فلوسها مقلوبه وتربط برا للصدقه ويقربوا ربي ويبكيوا بكري كان هذا الشيء هذا تاع النوم ما تجيش العوام مش كيما دركا عاد كل صيف ما يجيو يروحوا من الصلاة يجيو بالنوم وقلنا ربي يعطيهم بعد يعطيهم خير تحمل الوليدان خليني غادي وكان نصلي نصلي في جامع واحد يروح 10 لا مش حتى بالنية L'équipe جبنا المكتوب احنا هنا في لوري روز كيف عيطوا لي في التليفون لازمنا توجور في لوري راس زوجها اللي بيتسوقاو داوهم وكاينين زون ريجوان لو فامي مي لا بليبار بلوس دو 600 مي لي ستاتيستيك في ليستوار سي با اون سيونس ماشي حاجه دقيقه وهي سيونسيف سي 600 اي سيرتان هيستوريان اي تريبان ديت بلوس دو 1200. Justement, certains parlent de 700 cadavres sortis des grottes, mais il ne faut pas oublier que tout au long de l'histoire, depuis 1945, on a cessé de retrouver des ossements. D'accord, ici, les recherches de l'UCCN en 2010, ce que je pense, ça fait quelques années après. Ils ont trouvé des ossements, ici, ils ont les enterrés de les دفنوه على الجنون وصادير الجنون بلا رغم دي بوليتيسيان فرونسي dans la chambre des pairs et la chambre des parlementaires, il y en a des Français qui ont opposé à ces crimes. On dit le poète Martin, justement, et même il y a des militaires comme Canobert qui ont refusé la politique, doit être brûlée. Vraiment, c'est ça, oui, c'est ça. Mais la fin, la barbarie, la fin de 47 du général Bugeaud, il y a un autre république, la deuxième république de 1848, qui a dénoncé ces barbares, elle a voulu le réconcilier, bien réconcilier avec Tchaoum, la population autochtone, de lui donner une liberté, de lui donner quelques lois, etc., de montrer la barbarie de Bugeaud, etc. Même ils n'ont pas donné même les sentiments additionnels dans les amis à table, le budget, le parlement français, ils n'ont pas donné même l'argent pour suivre la politique de barbarie de Bugeaud. Ils étaient aussi arrivés à leur fin. La tribu de Ouled Riah a été exterminée, les terres expropriées, les colons arrivés et qui ont commencé. Et ça ne s'est pas arrêté pour autant. Ça ne s'est pas arrêté pour autant. Justement, c'est ça que, en disant que le crime de Driah, c'est un crime de barbarie. Qui est relaté aussi lui-même par des descendants des Ouled Riah, qui est, j'allais dire, très difficile parfois à écouter. D'écouter le témoignage de Hadja Zahra. مجد الفرقان ندورو باه نخرجو على كولون كتشمت على كولون cette grotte des Frachieh au début du siècle. دخلت للغار ونسيب كيما دخلت للغار في وسط الحوزه مزيعه جات ديك الساعه الطعيم اللي انا خبزو بها قدامها ما عرفت كان تخبز ونسحق مثلا شويه مليح ومنا داخله بالضبط. Très difficile d'accepter certaines choses, certaines images. Tout à fait, justement le témoignage de Hadja Zahra qui décrivait les ossements, les squelettes d'une femme. Le témoignage de Hadja Zahra qui exhume une partie de cette tragique histoire, l'histoire d'Ouled Riah. Hadja Zahra qui a visité, je disais, la grotte au début du siècle dernier. Monsieur Omar Fellah, vous êtes parti également, vous faites partie de cette lignée d'Ouled Riah. اكيد شهداء. والحاجه زهراء جدتي لامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام عليك سيدنا محمد واله وصحبه. كمل. واله وصحبه اجمعين. هنا في المكان هذا رانا في مغارة الفراشيح، في اسفل وادي الفراشيح. هذه المغارة في العهد الاستعماري كانت ملجأ مصنوع مهيئ، فيه كلش، فيه الماء، فيه الوسع، فيه وين يجمعوا الحيوانات تاعهم، فيه وين يديروا المؤونات تاعهم. كان مهيئ ملجأ ورائي لأهل القبيلة عندما يهددهم الخطر تاع الفرنسيين. هذا كيجي المستعمر يتخباو، كيجي المستعمر يتحصنوا بهذه المغارة. كما كذلك كانت مركز إدارة، كان الأمير عبد القادر الجزائري والمقاومين، وكان عنده الخلفاء تاعو هنا في القبائل هذو، كانوا مستعملينها مركز قيادة عسكرية للمقاومة الجزائرية بالاستعمار، ومستعملينها أيضا مركز إدارة مدنية بالنسبة للأهالي. كل سونتر دو ريبليك وليد عبد القادر ديغون، كل شيء كان يجري داخل هذا المغارة. فيها كذلك فتحات كثيرة تسهل عليهم الدخول والخروج. فيها فتحات، فيها المعلومة ثلاثة اللي راهم باينين واثنين تردموا. فيها كذلك فتحات علوية، مداخن تخرج الدخان، لأنهم كانوا لما يدخلوا يطبخوا لداخل، كانوا مستعملينها كالبيت، وداخل واسعة تحمل أكثر من العدد اللي حكاته البحوث ب 1200 ولا 1500. المهم هذه قبيلة ولاد رياح، هذه قبيلة عربية أصيلة جاية في الفتوحات الإسلامية سكنت الجزائر، ويسموها كذلك قبيلة بني عامر. بني عامر اعتمد عليها الامير عبد القادر الجزائري في مقاومته على الاستعمار، وعلى ما اعتقد هو اللي قسمها الى ثلاث اجزاء، اللي نعرفوها احنا ثلاث اجزاء تاع ولاد رياح. جزء استبقاه عنده في معسكر، ومازال لحد الان موجود ولاد رياح تاع معسكر، وجزء الداهل تلمسان على الحدود مع المغرب الشقيق لحراسه الحدود، وراهم يسموها بلدية ولاد رياح، موجودة إلى يومنا هذا. والجزء هذا اللي جابوا لهنا المستغالم، جابوا باش يحرس الحدود الساحلية، لأنها سهلة العبور بين الضفتين، هذه الضفة الجزائرية والضفة الأوروبية. جاب هذا ولاد رياح حماية للحدود الساحلية الشمالية للجزائر. سي عمر، أنت منحدر من الحاجة زهرة اللي كانت تحكي لنا وصرا المحرقة نتاع غار الفراشيح. ايه، انا منحدر منها. خليني نجي ونجيك. تفضل. المهم قبيله ولاد رياح هذه كانت قبيله شرسه وقويه، ادرسها الاستعمار، وعرفوا انها شاركت حتى في الفتوحات على الاندلس. شيطاته في معركه فليته، شيطاته في معركه الاسد، شيطاته في معركه واد الركنه، كثير من ابنائنا ما يعرفوش المعارك اللي خاضتهم المقاومه. شيطاته في معركه مزغران، شيطاته في معركه جبل الديس، واخر معركه اللي منها تجي المحرقه كانت في جبل ما بين المستغانم وشلف، يسموه سيدي بو يعقوب، جبل سيدي بو يعقوب. هذيك المعركه دامت عده ايام، وشاركت فيها كما تقول البحوث حوالي 1800 مقاتل جزائري بين فرسان ومشاة، فيهم اللي يمشوا وفيهم الخيالة. من كثير من القبائل شاركت فيها، إلا أنها في النهاية شهد عليها بيليسي بأنه استطاع أن يستمل كثير من القبائل ويعطيهم الأمان من أجل باش ينفرد بقبيلة ولاد رياح. قبيلة ولاد رياح تبعها الاستعمار الفرنسي، قاومته بالانسحاب التدريجي حتى وصلت المغارة الفراشيح. دخلت فرسان ولاد رياح في المغارة، فلما اكتشف الأمر أرسل إلى بوجو بالخبر، فقال له بالحرف الواحد، قال له باللي لازم تدير لهم كما دار كافينياك وسانت أرنو. c'est Belleville. Bon, justement, oui. Et la déclaration du Bugeaud envers cette rubie, il a dit dans ses déclarations, si ces grédins se retirent dans leur caverne, dira-t-il, imiti Cavaignac, Osberha, fumez-les à outrance comme des renards. C'est parce que la tribu de Ouled Riah était héroïque, courageuse, oui, causait beaucoup de torts, et on l'a vu, oui, c'est Omar Fellah qui est présent à citer les très nombreuses batailles gagnées par les Ouled Riah et qui posaient problème à l'armée française, qu'elle a décidé de ce crime contre l'humanité, de les enfumer dans Ghar Frachieh. Parce que cette tribu a été parmi les grandes tribus les plus guerrières. Guerriers avec la résistance de l'Emir Abdel-Kader, de Sheikh Mohamed Abdullah Boumazal, etc. Ça que les contingents français, l'armée de l'Afrique française, a suivi ces tribus, et parmi eux, cette tribu de la Driah, ici jusqu'à le Ghar Frachieh, et il a exterminé pour, c'est-à-dire pour finir avec les révoltes contre les Français. Monsieur Fellah disait il y a quelques instants que cette histoire restait méconnue. Oui. Plusieurs épopées, plusieurs épisodes restaient méconnus, d'où l'importance de la transmission. Vous êtes vous-même dépositaire de cette mémoire doublement. Justement. Oui. احنا ندو هذا التاريخ ديناه من الاجداد، ذكرى تاع هذه المحرقه اللي وقعت هنايا ما تنساش ابدا، وما يستطيعش اي انسان يسمعها وما يعاودهاش، وبالتالي كما كنت نقول استدرجهم لهذا المكان، وبوجو هو اللي اصدر هذا الامريه اللي نقولوا حنايا عسكريه عاليه باش تباد هذه القبيله عن ذكرى ابيها. لماذا؟ اولا لانها في الطريق الرابط بين اورليونفيل اللي هي شلف حاليا ومستغانم، وهي اللي كانت تسبب له المشاكل عندما يتواصل ولا تتنقل الوحدات تاعو من الشرق للغرب. فكانت هذه القبيله في كل مره تنقص له الجيش تاعو لما تهجم عليه. لهذا قرر باش يمسحها من الوجود، قرر بوجو بشخصيته انه يمسحها من امامه. قال هكذا بهذا الكلام كتب، قال لهم لازم تمسح هذه القبيله من امامي. ف بيليسي هذا عاد العده جمع العدد تاعو، يقولوا وصلت العساكر تاعو حتى 8000 عسكري، حتى 8000 عسكري هنا في النجماريه في في غار الفراشيح كانوا محاصره ب 8000 جندي فرنسي. استناني نقول لك، هو لما جاي من اورليونفيل وقاصد الفراشيح، قاصد الاهالي تاع الفراشيح باش يحرقهم، كان داير في حسابه بانه سيلقى مقاومه شرسه، وبالتالي كان العدد كبير. Il a demandé des renforts. Ce que je pense, entre 4000, les statistiques objectives, entre 2000... Ce qui était énorme pour l'époque, 4000 soldats. 4000, vont pas... Et surtout, les écrits parlent de plusieurs obus d'artillerie, les fameux obusiers qui étaient dirigés. Les Arabes. Les Arabes déterminent, oui. C'est de sanglots goumis selon le rapport de Pélissier. Mais quand même, il y en a des alliés, et des alliés arabes ou bien autochtones avec les Français, contre la population, contre cette braveuse, ou bien cette tribune qui a combattu les Français plusieurs années. Ils ont combattu, ils ont laissé les soldats. Omar Fellah, Nta, Hkaoulek, le نقول لك الآن ننتقل إلى الرواية الشفوية اللي جبناها من عند الأجداد. يعطيك الصحة. بعد المحرقة يقول بيليسي أنهم متمكنين من إخراج 760 جثة، ولكنهم هما جابوا جدوا غير لي سولدا اللي غير رجال اللي قاتلوا على خاطر الأيدي تاعهم باش يقولوا باللي احنا قتلنا العسكر بالعسكر. ضد العجائز وضد البهائم ايضا اللي دخلوهم معهم الاهالي للمغاره. بعد الحلقه جاء هذا الشخص ودار لنا مولد الرياح، وكان لما ارتحلت القوات جاء دخل باش يبحث على الاحياء، خرج ترجمه انسان نجاهم، ترجم النهار لانهم كانوا دايرين المزاوم في رصانهم باش ما يختنقوش بالدخان تاع الكبريت اللي استعملوه بيليسي. Le soufre utilisé pour asphyxier les survivants. Il a utilisé des gaz chimiques. خرجهم عالجهم بما تمكن، زاد لما استرجعوا القوة تاعهم. هذا الراجل اللي نجاهم تزوج بالمرأة اللي خرجها منها، لأن الأرض هذه صارت بدون ملاك الآن، صارت بدون ملاك، بدون أهل، فتزوج بها وبدا ينجب الأحفاد. وباش نقول المستمع الكريم باللي هذا الراجل من بين الرجال الأبطال، لأنه تزوج بسبع نساء باش يعمر الأرض، تزوج بسبع نساء باش ينجب أبناء يعمر بهم الأرض ويخدم بهم الأرض ويقاوم بهم الاستعمار. ولهذا العدد تاعنا نحن الأحفاد بالمئات. المهم الجد هذا يصبح بالنسبه لما نعدوا الان من جدي الاول انا ونعودوا الى 1845، هذا الجد عندنا 5 جدود. 5 جدود كاع من ولاد رياح، 5 جدود من ولاد رياح. 5 جدود هذو انا نعد غير جدي انا، لان راني نقول ل7 نساء، مع اني نعد غير في الغصن اللي جاي منه انا. 5 جدود. الجد الاول هذا اللي يسموها سي محمد بن حمد بن عربية فلاح، عنده اسم، هذا الاسم الطويل. يحكي وصل في الحياة تاعو، عاش حتى 1880 فأكثر، بمعنى عاش مع أبنائه وأحفاده. ولهذا الرواية قاطحية. يقول الأجداد بأن في هذا المنطقة ميت فيها 1010. أنا تربيت في هذا المكان، نسمعهم ناس الكبار مساكين اللي كانوا ما يعرفوش، كانوا من يحلفوا يقولوا بركة هذا الغار اللي ماتت فيه 1010. D'où l'importance d'écrire l'histoire. بهايمهم بولادهم ما عطاهم الله. والحاجة الصغرى اللي كانت تحكي هي جدتي لأمي زهرة زايدة في 1918، ودخلت هذه كما حكت لي انا مشافهه معها، لانها عاشت حتى 2006. حكيت لي بان هذه القصه تاع المراه هذه، قالت لي حنا من كنت صغيره في عمري 20 سنه و15 سنه كنا نروحوا نلعبوا وندخلوا للمغاره. يعطيك الصحة سي عمر، كيما حكيت لك جداتك الزهراء رحمها الله، كيما انت اليوم راك على المباشر تحكي للاجيال القادمه والحاليه تاريخ والهيرويزم دو لا تريبي دي ولاد رياح. ليكيب خرجنا من الحصله اللي كنا فيها هذيك تاع لا كولون، عدينا على 4 شمان، طلعنا عقبة الحصان ووصلنا حتى هنا، رانا رومبوا تاع نوفيل، ورانا رايحين جهة الزعفرانية. هنا نكملوا الفيديو تاعنا ونكملوا نسمعوا القصة هذه حتى نفوت الفيديو إن شاء الله. قصة الله يبارك، ربي يرحم الشهداء إن شاء الله. فوالا نقول لكم نتلاقاو غدوة. السلام عليكم. زوج تاع المغارات، زوج تاع لي زونفيماد. الاولى في 18 جوان 1945، والزوجه في 12 اوت 1945. لان تم حوالي تقريبا 2 موا، شهرين. الزوجه في عين مرعي، وفي عين مرعي شابت خبيان. هذا سانت أرنو، هذا أوشين سانت أرنو، هو كان يحلم باش يدير أونفيماد كيما صاحبو إيمابيل بيليسي. قال له تمنيت باش أنا نكون حاضر. عاود عرفو في العبادة، عاودها، والأرقام راهي كاين 500 بعض، كاين يقول 700، المهم الأرقام غير معروفة. ولكن نفس العملية لوبيراسيون اللي دارها بيليسي عاودها هذا سانت أرنو، وشين سانت أرنو. شهرين من بعد، وشهرين بيناتهم شهر لو 12 اوت. المشكل ان احنا التاريخ هذا نتكلموا عليه ورانا نهضروا دروك، ولكن التاريخ الكتابه باش نكتبوا ما راهيش كاينه. انا كتبت هذا الكتاب، تعرفت بزاف باش كتبته، وعباره عن مقالات برك كما نقولوا حنايا هكا دي مقالات. عنوان الكتاب محارق ضع لي زونفيماد دو دهرا، مغاره لا غروت دو فراشيح جوسكا لا غروت دو صبيح. دار النشر باش المستمعين يلقاوه في المكاتب ان شاء الله. دار المجدد للطباعه، والنشر والتوزيع في سطيف. المشكل يا اخواني البروبليم وراه، احنا رانا نتكلموا على المغاره فقط برك، بصح علاش داروا هذا المجازر هذا لي زونتيبات في البلاصه بالذات؟ لخاطرش هذه المنطقه ولاد الرياح هذو ينتموا الى قبيله الصبيح، قبيله الصبيح عربيه صعيبه، جاو مع بكري دخلوا الفاتحين هنا للمغرب العربي وتكلم عليهم بن خلدون، يعني يقول بلي هذه قبيله الصبيح قبيله ولد الرياح واعرين قباح، وحتى انهم يعني كانوا يشاركوا في الحروب والمعارك اللي كانوا يقودها الجزائريين ضد الاسبان وضد الاتراك من كانوا هنا الترك، وهذه البلاصه اللي انا فيها هنا المكان على فرشيح هو زايد فيها واحد يسموه محمد بن عبد الله، هذا ما هدرناش عليه، هذا محمد بن عبد الله هو المشكل، هو بالنسبه لي صاد هذا المكان هو كان مقاوم، قائد المقاومه تاع الظهر هنا، وفرنسا سمته بوعزه، بفرنسا مي يطيح الانسان تعيط باسم الشميح بومعزه كما نقولوا بودغله تاع اللومي هاولات سي حسن مازال الوقت راه يجري والتاريخ كومبليمون دانفورماسيون ومازال سي دولوري سي كان ماروكان صح التوبيل صح الاخ قبيله قبيحه اللي عندهم الشرف اولا لادينيتي عندهم الشرف وما يسمحوش في الارض هي بيديسي كيف رد